المستثمر الفرنسي في حق جاليتنا بفرنسا إبان الثورة الجزائرية في سنة 1961 في مثل هذا اليوم، يوم 17 أكتوبر. طبعا حينما نستشعر مع بعض ماذا وقع لإخواننا في فرنسا الجالية، ما نقموا منهم إلا أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية، وطبعا لحد الآن لا زالت الإحصائيات الرسمية لم تسفر عن عدد الضحايا الذين قتلوا. طبعا الضحايا أو الإحصائيات الدقيقة هي من أودعوا في السجن، ولكن الذين كبلوا، تخيلوا معي هذه، يكبل من يديه ورجليه ثم يرمى في نهر السان في باريس. إذن ضحايا يعني لا يعدون على الأصابع. ودائما في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الوقفات من تاريخ أو من ذكريات تاريخنا المجيد، نحن خاصة ونحن مقبلون على شهر نوفمبر، شهر الانتصارات، طبعا دائما نتخيل، كل واحد فينا الآن يتخيل اللحظة التي كان يستشهد فيها الشهيد، اللحظة التي قتل فيها بالرصاص أو قتل شنقا أو خنقا، أو تلك اللحظة التي حياته ستذهب وتنتقل إلى بارئها من أجل أن نعيش نحن في عزة وكرامة، حتى لا نكون أو حتى لا يعني نقف أمام هذا التاريخ موقف الاستهتار أو الاستهزاء كما يفعل البعض. إذن نحن نعيش بفضل الشهداء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. لا ننسى تاريخنا المجيد، ولا ننسى ماذا فعلته الحكومة الاستعمارية في حق إخواننا في باريس. والكل يعلم أن حاكم الشرطة آنذاك في باريس موريس بابون، الذي طبعا أمر بأن بالرغم من أنها مظاهرة سلمية، ولكن يعني قوبلت بالتقتيل والتشريد ورمي الجزائريين في نهر السان، وهي جرائم بشعة. إذن لا أطيل عليكم، البرنامج فيه أمرين فقط، لدينا العلم، رفع العلم بالنشيد الوطني، ثم نقف دقيقة صمت كما ورد في تعليمة السيد رئيس الجمهورية. إذن نتوجه مباشرة إلى ساحة العلم لنسمع النشيد مع رفع العلم، ثم نقف دقيقة صمت ونمضي لحالنا إن شاء الله، وشكرا. Thank you.
التوفيق إن شاء الله في حمل رسالة الشهداء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وشكرا.